كل شيء حولنا يتحرك، الحركة هي اختبار الحياة في الأشياء. يعني مثلاً إحنا ننتظر من الوليد اللي توه طالع من بطن أمه ليتحرك لكي نعلن نبأ ولادته، صح ولا لا؟ ولكن أبى أقول لكم شيء اليوم قبل لا نبدأ، أن الحركة اللي أتكلم عنها اليوم لا تعني السباق مع الزمن من أجل الوصول. كلمة حركة لا تعني أنك ملزم بالركض طول اليوم وفي كل الاتجاهات لكي تحقق أهدافك. أنا اليوم ما أتكلم عن حركة أصابعك وأنت تكتب أو حركة لسانك وأنت تتكلم. كلمة حركة اليوم تعني أن تقوم بالشيء الصحيح والمناسب. يعاني في زمننا اليوم عدد كبير من الناس من السباق مع الزمن والجري خلف المناصب والمال والعلاقات والأطفال وغيرها، لكن هذا كله طبيعي، طبيعي إذا ما نظرنا إلى ظروف ومبادئ العصر اللي احنا نعيش فيه، لكن مو بطبيعي إذا ما نظرنا إلى كياننا البشري. بعض الناس اليوم منهكون من فرط السرعة ومصابون بفوبيا الوقت، يعني يخافون أن يمر يومهم بدون ما يحققون أحلامهم، وبالتالي سوف تنقص أرزاقهم. وعلى الصعيد الآخر هناك العكس، حيث يعيش آخرون في حالة سبات وكسل، في حالة بطء، يعني باختصار يعيشون حالة توقف، متوقف عن العمل، تأتيه أغلب الأشياء مجاناً، أو يعيش بأبسط أساسيات الحياة على مبدأ القناعة المفرطة، فلا يطمح لامتلاك شيء، لذلك ليس في حياته شيء يعطيها قيمة. وهنالك من هو متوقف عن الحب، سنين مرت ومشاعره تذبل مع الأيام، حتى صار ما يتذوق عذوبة الشوق والحنين والتعلق والفقد وغيرها من المشاعر الإنسانية النبيلة. وهناك من هو متوقف عن التعلم، يظن أن التعلم مقرر دراسي على مقاعد الدراسة فقط خلف الكتب وامتحانات آخر الفصل، ويظن أن التعلم وسيلة من أجل غاية، من أجل منصب أو سيارة أو شهرة. هنالك من هو متوقف عن المعرفة أيضا، لا يريد أن يعرف ماذا يحصل في العالم، لا يريد أن يعرف في أي مرحلة يدرس ابنه أو بنته، ولا يريد أن يعرف كيف يستخدم حتى جهاز الكمبيوتر، ولا يريد أن يعرف حتى كيفية السؤال عما لا يعرفه. يخبرني صديق سافر قبل مدة مع والد للعلاج، يقول في المستشفى كنت مار في قسم العلاج الفيزيائي، يقول فوقفت أراقب كيف تمر اللحظات على هذيل الناس اللي ياسين يعطونهم فيزيوثيرابي، يقول لما ركزت أشوف واحد يحاول أن يحرك إيده، واحد يحاول أن يحرك صبعه أو رجله، يقول كانوا يتألمون ويعانون ويتحدون، لكنهم كانوا يفرحون جدا إذا ما قطعوا حتى لو مسافة قصيرة، وربما انتقالهم سنتيمتر واحد يعني لهم إنجاز كبير في حياتهم، وربما تحريك أصبع واحد يعني أمل جديد. سبحانك يا رب، هل الحركة نعمة كبيرة لهذه الدرجة وإحنا مش قادرين نثمنها؟ وهل نعمة إعمال العقل أو القلب والتفكير والاجتهاد تقل عن نعمة تحريك الأصابع أو المفصل أو القدم؟ أنت تقدر توقف دقائق دون حركة أو ساعات، لكن هل تتخيل أنك توقف ليوم كامل ما تتحرك أو شهر أو سنة؟ لكن ليش لا؟ يمكن أنت واقف الحين لسنين طويلة وأنت ما تدري. اسأل نفسك متى كان آخر كتاب قرأته؟ نحن لا نتحرك إذا لم نعمل، لا نتحرك إذا لم ننجز، ولا نتحرك إذا لم نقل ما يجب قوله. نحن لا نتحرك إذا مثلا لم نقبل رؤوس آبائنا وكفوف أمهاتنا، وإذا لم نحضن أبنائنا وبناتنا. نحن يا أصدقائي لا نتحرك إذا لم نحيا بكل شيء يدعونا للحياة. إذا سرت دوامك بابتسامة وانت بالأمس سمعت خبر آلمك وضايقك، فأنت تتحرك حقا. وإذا ذهبت لتحقيق هدفك وانت طالع توك من تجربة فاشلة ومن فشل ذريع، فأنت تتحرك حقا.
وإذا أصريت على إكمال دراستك رغم كبر سنك ورغم يمكن صعوبة تعلمك، فأنت تتحرك حقا لأنك تتعلم. العلم هو الحركة الحقيقية في حياتنا. أنت تتعلم عندما تقرأ مقالة أو كتاب، أو ربما عندما تجالس طفل صغير. كل شيء يثري حياتك ومشاعرك يعني حركة حقيقية ومباركة. عندما تشكر من هم حولك دائما حتى على أبسط الأفعال، لما تشعرهم بالامتنان والسعادة لأنهم موجودين في حياتك، أو حتى على خدمتهم البسيطة، لما تعتذر رغم أنك غير مخطئ أو غير متأكد من خطأك، تعتذر لأنك مؤمن أن الحياة تسامح وتيسير، مش نزاع وتحدي واتهام. أنت تتحرك لما تشجع الشخص، لما تقول كلمة طيبة حتى لو كانت بسيطة، فتكون كالماء البارد تغسل القلوب وتزيل عنها الهم والألم والحزن. أنت تتحرك بكل ذلك، لا بل أنت تحرك الحياة بهذه الأفعال النبيلة. تحرك الآن لأنك ما تدري أي سكون قد يصيبك غدا. تحرك حتى تلمس الحياة وتشعر بها، لا أن تراها من بعيد فقط. تحرك حتى تطوي المسافة وتصبح المسافة أقصر بين عقلك وقلبك وبينك وبين الآخرين. تحرك لويس برايل اللي فقد بصره في 3 من عمره، لكنه أخذ دروس في عزف البيانو وأصبح ملعبها وماهر جدا. في 8 سنوات أصبح مشهور في المعهد القومي في باريس، وكان نابغة في الموسيقى والرياضيات والعلوم والجغرافيا. تحرك برايل ففكر في تكوين كتابة الحروف بطريقة عملية للطلاب المكفوفين، وبعدين نشر اختراعه في عام 1839 والمعروف بطريقة برايل للقراءة، وألف أول كتاب يحوي على قصائد مترجمة للشاعر الأعمى جون ميلتون. تحرك علشان تبرهن لنفسك أنك تعيش، ولكن تحرك لما تنطلق الصافرة، لا قبلها ولا بعدها. فالحركة قبل الصافرة تسمى تهوراً، والحركة بعدها تسمى تردداً. الحركة ليست المجهود الفعلي فقط، انتبهوا، بل هي حركة العقل والقلب، حركة التفكير والعطاء. الحركة تبدأ من قلب يمض بالحياة. تقول هيلين كيلر، تقول إن الذين يراقبونني من شرفة وجودهم المعافى يرثون لحالي، ولكن مهما بدا طريقي مظلما في أعينهم فإنني أحمل نورا عجائبيا في قلبي. فالإيمان ينير كل سبيل أسلكه. الإيمان هو أجمل أشكال الحركة، لأنه تسامح وعطاء بلا حدود. تحرك بدون ما تفكر وين بتوصل، فقط ابدأ الخطوة الأولى ولا تستهن بأعمالك. فالتحرك خطوة واحدة في الاتجاه المناسب أفضل من الجري مسافات في الاتجاه الخاطئ، وأكيد أفضل من البقاء ثابتا دون حركة. لما تشغل عقلك وقلبك فأنت حينها تتحرك المسافة المناسبة في الوقت المناسب. حينها فقط أنت تتحرك وتحيا حقا. مع السلامة. أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا كن جميلا، ترى الوجود جميلا، أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليلا. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخاف أن يزول حتى يزول، لا خلود تحت السماء لحي. فلماذا فلماذا تراود المستحيل؟ أيها الشاكي